هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ فار في ايه؟ في فار. يا ايها الليل الطويل الانجلي. رندلي ايه بس يا دوب؟ طب هو دلوقتي الليل عمل لك ايه علشان تشتمه؟ ها يعني افرض دلوقتي حطك في دماغه وما طلعلناش نهار. ولا انت مالك انت بتتكلم ليه بيني وبين الليل؟ دي حاجه خاصه بيني وبين الليل، بتتدخل فيها ليه؟ الليل عمره ما يزعل مني يعني. الو يا رانيا. ايه مالك في ايه؟ ايه 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 في ايه يا رانيا؟ فار. وفار بقى صغير ولا فار كبير؟ كمان صغير يا رانيا. الرعب اللي انتوا عاملينه ده كله عشان فار صغير دخل البيت ازاي اساسا؟ ما تقلقيش بالليل بقى اما ارجع ان شاء الله بقى اموت لك الفار ده. اجي دلوقتي يا رانيا؟ ما انا عندي. حاضر هاجي دلوقتي يا ست. حاضر. دولا انت بجد هتصطاد الفار ده؟ طبعا يا ابني، انت ما تعرفنيش، انا ياما اصطدت زواحف. الزواحف يعني الديناصورات وكده هون؟ ديناصورات يا ابني، الديناصورات دي انقرضت يعني خلصت من مصر كلها، يعني مفيش ديناصورات. ده كان زمان، انا لو الديناصورات ليها اهل لسه لغايه دلوقتي كنت موت اي ديناصور عادي يعني. لا يا دولا لسه ما خلصتش يا عم، ده لسه واخدين فيلم جنينه الديناصورات بطوله. لا يا ابني، الثانيه جنينه الحيوانات، هم اساسا الديناصورات بيعيشوا في جنينه الحيوانات. اصلهم من الجيزه يعني؟ من الجيزه يعني، البطايق مطلعينها من الجيزه، بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابه. ملك الغابة؟ ما تقول القرد يا عم من غير ألقاب. ملك الغابة هو القرد. انت بتحن دايما لجنسك كده طول الوقت يعني. المهم انا هتكل على الله دلوقتي اروح اصطاد الفار ده بقى. دولا والنبي عايز ايه؟ انا عايزك تاخدني معايا يا دولا والنبي. ها اختك معايا فين يالا؟ وانا رايح اتفسح ياض. يا دولا عشان خاطر نفسي اتعرف على الفار ده يا دولا. الفار؟ قولوا وانت مش عارف الفار ياض؟ امال اللي بيجروا في المخزن طول الوقت وبيطلعوا فوق مناخيرك وانت نايم دول ايه؟ لا يا راجل. دول فراق. انت يخرب بيتك، انت كنت بتتعامل معاهم ان هم ناموس. يا رانيا في ايه يا رانيا؟ ايه المشكله في حته فار يعني؟ يا ما دقت على الراس فران يعني. وبعدين لعلمك انا كنت عضو ناشط جدا في فريق الكشافه، فنمنا بقى في صحارى وفي جبال وفي غابات، ومش بس فران. قابلنا حيوانات مفترسه وياما اتصرفنا معاها يعني، اخف ان انام من فار. يعني انا انام في حماك يعني؟ طبعا نامي في حمايه وما تقلقيش خالص يعني، انت في امان يا ماما وانت جنبي. ويقدر يهوب ناحيه هنا، هو اكيد طبعا عارف ان انا يعني جيت له، فعشان كده هتلاقيه لم شنطته وخد جبنته واتكل على الله. نامي. بحس بالامان معاك يا عادل لثباتك وقدرتك على المراوغه. مش نامي. فار مش على ايدي، يا ماما دي ايدي. ايدك انت بتدافع عنه؟ ما تخليش حبك لتوم اند جيري يتغلب على حبك لابوك يا ياسمين. ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ فار يا موكوس، وكنت عامل لي فيه احمد السقا في افريكانو. ده انا ما حصلتش احمد عيد في افريكانو برضه. ايه يا جماعه؟ يا جماعه دي ايدي. ايدك جايه تحت السرير. مش معقول بقى يا عادل، مش معقول الرعب اللي احنا عايشين فيه ده. يا بيبي ماليش دعوه، انت لازم تتصرف، الفار ده هنموت يا بيبي. ما تقلقوش يا جماعه، ما تقلقوش. يانا الفار ده في البيت ده ان شاء الله همسكه وهعلقه من ديله قدام الباب بتاع ام ميرفت عشان اخليه عبره لكل الزواحف والحكايات. ركز معايا افتح ايدك. لسه احتياطي. هنا ده المنظور الافقي والراسي بتاع الشقه اللي احنا فيها. ماشي، دي الشقه يعني؟ دي الشقه. طب احنا فين يا دول؟ في الصاله. ادي الصاله اهو كده اهو، ادي الثلاث اوض وادي الحمام. ماشي، احنا فين؟ انت عايز تشوف نفسك هنا على الخريطه؟ يلا انا بشرح لك الخريطه وركز معايا عشان الفار. يلا ركز معايا. طب البازار فين؟
البازار مش موجود هنا، الشقة فيها بازار؟ لا. يبقى خلاص ما تسألش، تسمع بس. ماشي يا بيه. دلوقتي الفار أكيد دارس مخارج ومداخل الشقة كويس قوي يا معلم، وبعدين دخل على الشقة واختار أوضة وكن فيها. يا دول انت من الصبح يا عم على عمال تكلمني على فار وانت اصلا راسم ارنب. الارانب اللي انتوا في بلدكم اللي انتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده؟ ايوه دول، انا امي دايما كانت تقول لي انزل المخزن يلا رمزي هات لنا ارنبين علشان نعمل ملوخيه بالانارب. بالانارب؟ ما ممكن تبقى انارب غير الارانب يا غبي يا غبي. اكيد طبعا بعد ما كنتوا بتاكلوا ملوخيه كانت القطط بتلم عليكم. اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل، يعني احنا يا دوبك هناكل كده وان القطط بقى بينونوا ويقوموا هاجمين على الملوخيه ام انارب دي، ياخدوا الانارب ويسيبوا لنا الرز. مش عارف ليه دول، يمكن الرز مثلا بيعمل لهم تخمه ولا حاجه والقطط عامله رجيم ولا حاجة. عموما الارنب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا هنا في مصر، فاحنا عايزين نصطاد الفار ده. هنجيب كميه مصايد مرعبه رهيبه ونشتري جبنه ونحط بقى ايه الجبنه جوه المصايد. اتفقنا؟ اتفقنا دول. وبعدين انا هبقى نايم جوه في الاوضه، اول ما المصياده تصطاد انا اقوم عامل لي اشاره على طول. ايوه عارف ادول الاشاره، انا عارف اقوم غمز لك كده. غمز لي كده هي دي الاشاره، وانا نايم جوه وهسمعك. هسمعك ازاي يا غبي؟ اه صح ادول. خلاص ادول انا هصفر لك. لما انت لو صفرت لي ما انا ممكن اصحى. خلاص اغمز لي بس بصوت. دلوقتي يا جماعه انا جماعكم عشان اقول لكم ان في حظر تجوال، ممنوع اي واحده فيكم تخرج من اوضتها لغايه اما نقضي على هذا الفار المنقرض المتوغل في داخل الشقه. يا سلام، طب وقف ده، احنا عايزين نروح الحمام. لا ممنوع، ممنوع اي واحده تخرج من اوضتها يا جماعه. انا مش مسؤول عن اي واحده تخرج وتوصل للصاله، مش مسؤول عن تامينها. وهل فتره الطوارئ سوف تستمر دهرا؟ فتره الطوارئ انا ممكن اقول لكم في الاول ان هي مش هتستمر، لكن الواقع والنتيجه واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا. مش مهم، المهم ان احنا نخلص منه. طب وطلباتنا؟ لا لو عايزين اي طلبات هنجيبها منين يا استاذ؟ اي حد عايز اي حاجه انا المسؤول عنها، هديكوا تموين يكفيكوا 3 ايام بحيث ما فيش واحده فيكوا تخرج من اوضتها. هل ممكن ابات عند ام ميرفت في الفتره دي؟ نوي يا حماتي، لان ده يبقى اسمه هروب من المعركه. لا ما اسموش هروب، اسمه لجوء سياسي مؤقت، وده برضو مرفوض يا ماما. دولا طب وانا دولا اعمل ايه؟ انت هتفضل مرمي هنا لغايه اما اقول لك اي جديد. ليه يا دولا يا عم؟ ادي الفار لصياده يا دولا، جيب له جبنه يا عم. جايب له جبنه يا ابي؟ هو انت هتصطاده ولا عازمه على الغدا؟ بقول لك ايه، بطلي نفسنا على الفار، عايزه تاكل الجبنه بتاعت الفار ولا ايه؟ يلا يا جماعه كل واحده هتتكل على الله وتخش في مخبأها لغايه اما اقول لكم على الجديد. راح فين يا دولا؟ وايه اللي راح فين؟ هو ما جاش اساسا، انا بهزر. يلا ايه ده؟ فات 6 ساعات ورمزي ما ادانيش الاشاره، ولا يكون الدهاني مثلا وانا ما سمعتش غمزه عينه. انا مستيقظه طوال الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اصوات المصايد مصيده تلو الاخرى. مصيده تلو الاخرى؟ يعني في اكتر من فار ولا ايه؟ اما اقوم اشوف الغبي ده عمل ايه. ولا رمز؟ ايه دول؟ ايه مسكت الفرع دول؟ الفرع اللي مسكناه؟ اللي انت عامله ده؟ وحطيت لي مصياده في صدرك؟ الفار بيلعب في عبك ولا ايه يالا؟ اه دول والله ما الفار ما جاشي. ما جاشي؟ امال انت طول الليل اساسا بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا صحيت لك دلوقتي. فين الفار يا؟ والله ما اكلته دول. ما اكلتش الفار؟ امال ايه الحواسه بتاعت الجبنه اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن اللي كانت موجوده في المصايد؟ ده انا كنت عامل حساب اللي يفضل منها اعمله سندوتشات لياسمين. ما اكلتش حاجه دول بقى، بطل تظلمني بقى. اظلمك ايه يالا؟ امال الجبنه دي جت منين؟ الفار هو بقى اكلك غصب عنك يعني؟ معلش بقى دول، بس انا بصراحه جوعت يعني امبارح. ماشي ماشي ماشي، بتاكل الجبنه اللي جوه المصياده. ماشي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ماشي، انا هتصرف بقى، احط في الجبنه سم. سم دولا؟ والسم دون يعني هيغير طعم الجبنه؟ لا مش هيغيرها خالص، انا اعمل لك سم كمان بالكاتشب، ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده. يا دولا انت قاعد
كدهون ولا انت على بالك كدهون دولة، وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك كدولة، انت ايه خلاص الرجولة بتاعتك ما بتطرقعش عليك؟ ما بص ولا هقوم اطرقعك على وشك. فار ايه ياد اللي خاف على الحريم منه يا دول؟ الفار هيبص الحريم، الفار يبص لسندوتشات الحريم، يبص لحتة الجبنة محطوطة في المصيادة. ها ما دولة. طب انت دلوقتي رحت اتفهمت معاه بالحسنى ما رضيش يفهم يا عم، خلاص بقى سيبه في البيت. اسيبه في البيت؟ لا مش عادل سعيد اللي استسلم، انا بس مجرد ان انا يعني بلم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي ماشي ماشي. في يلا اعلان ان هو في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو؟ لا يا دولة دي شركة اجرام يا دولة، دلوقتي وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس ايه يالا اللي يشم بخ... هو في بوليس للحيوانات يالا يا اهبل؟ امال ايه يا دولة؟ يالا مفيش كلام من ده، يعني انا لو ذبحت فرخه مثلا هاخد فيها اعدام؟ طبعا يا دولة، مش رفعت سلاح في وش فرخه؟ يا دي عبيد لو في بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت، كانوا حبسوك بقى ايه في قفص كده زي القرود عشان تبقوا مع بعضيكوا يعني. عموما انا هتصل بالشركه دي واخليهم بقى ايه يجيبوا لي الفار ده، انا عايزهم يجيبوا لي الفار ده حي عشان انتقم منه بنفسي. معاك مندوب شركة تقتل فرانكو رايحوا بالكو، في البداية محتاج منك شوية بيانات. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك، ده أنا مستنيك من بدري. بالنسبة للبيانات أنا اسمي عادل سعيد متزوج. لا لا لا، أنا عايز شوية بيانات عن الفار، يعني داخل أنت عنده كام سنة؟ حضرتك يعني أنا ملحقتش أتعرف بيه لأنه بيجري بسرعة جدا. لا الفار ده انطوائي مش اجتماعي. حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص، بدليل انك دخلت وقعدت. اهلا وسهلا، ارجوك خلينا نشوف شغلنا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ايه؟ معقول؟ ايه؟ الفار ده ذكي عامل اجهزه تشويش. اجهزه تشويش؟ لحق يخش ويزرع اجهزه تشويش؟ خلينا في الجد، العمليه دي هتكلفك 2000 جنيه، 1000 عربون و1000 لما اسلمك رقبه الفار. ايه؟ 2000 جنيه عشان اطلع فار من البيت؟ حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فيهوش فيران ارخص يعني. لا ما انا هدي لك ضمان سنه ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني. يا سلام، وهيخش لي جوه تاني ازاي اذا كنت حضرتك هتكون قتلته؟ بص بقى حضرتك، انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع بره. اقول كده يا عادل بقى، مش معقول احنا ازهقنا خالص خالص خالص، لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتمشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكنبه اللي احنا قاعدين فيها، ومش عارفين نعزم الصحابات بتوعنا، وفاتنا نميمات كتير. صحابات ايه اللي انت عايز تعزميهم؟ انا مش عارف جو النادي اللي انت عايشانا فيه ده يا حماتي. احنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل. بيبي انت لازم تاخد موقف حد معاه، لانك اديته كذا فرصه وهو اللي ضيعها. انا اعمل له ايه؟ هو مش مديني فرصه. ماما يا ماما يا ماما. معلش معلش، ما هو شفته مش مديني فرصه ان انا امسكه. جدك وامك كان يعفق الفار من هنا ويلعب بيه كوره هو واصحابه. يا ماما انا الكوره مش من هواياتي عموما يعني، وبعدين كل واحد ليه مدرسه في اصطياد الفيران، انا مدرستي مش عارف مدرستي، بس ان شاء الله مدرسه جديده وانا افرجكم. ايه رايك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخاف ويجري؟ اوعوا حد يفرج الفار على توم وجيري. اولا توم وجيري، جيري ده هو الفار، وتوم ده لعلمك غلبان جدا، ده الفار هو اللي معذبه، لو احنا فرجناه بقى على توم وجيري هيفتري ومحدش يعرف يخرجه من البيت. طب بصي يا ابي، هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده، لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش. يا سلام، يتفسح ويروش؟ بتتكلمي على ابن خالتك؟ ده فار يا ماما فار. وبعدين الفار ده لعلمك اهله صعايده، لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده. بس انتوا بس ايه ساعدوني على ما انا انفذ الخطه، ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده. اوكي. ايوه ايوه، ثانيه واحده. ايوه ايوه. خلاص 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 خلاص، ده انا خبطت في المصيده يعني ما حصلش حاجه الحمد لله. بقى انا هرجم البيت ده بقى. خلاص خلاص ما تقلقوش، انا هحل المشكله وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حالا، ما تقلقوش. دولة حبيبي خش خش، مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دولة صوتكوا جايب اخر الشارع يا عم، في ايه الفرق؟ ايه اخباره؟ طمني. انت جاي تطمن على ابن اختك عامل اللي وز موجود يا سيدي عندنا في الشقه، بس احنا خلاص هنتخلص منه. يلا يا رمزي ما تقلقش. راح فين؟ دخل الاوضه. ولا رمزي؟ نعم دولة. ولا على الاوضه دي. يلا بقى يلا. انا وشي موجه كده وبقول لك ورايا على الاوضه، رايح فين كده؟ خش دي الاقرب. يلا بقى يلا يلا يلا.
اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. اسف بموتنا انا، هلا بتموتنا انا. اوضتنا هلا، تعال 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 اوضتنا. وبقول لك انا اسف، انا اسف. امشي امشي قدام. يلا يا عادل، يلا يا عادل، يلا يا ولد، ولا يا ولد، ولا يا ولد، يلا يا ولد، ولا يا ولد، يلا يا عادل، يلا يا عادل، اضرب يا عادل، اضرب يا عادل. أنا آسف يا دولا، أنا آسف يا دولا. آسف إيه؟ إيه اللي بيطلع الفار عند وشي؟ بتضرب على وشي؟ أنا بتضرب على وشي. ما خدتش بالي يا دولا. بس بقى بابا، بابا أنا داخل المطبخ يا بابا. داخل المطبخ؟ ده بيستهبل ده ولا إيه؟ ورايا يلا يا رمز على المطبخ. يا دولا يلا يا عادل، يلا يا عادل، يلا يا ولد، ولا يا ولد، يلا يا عادل. أنا آسف يا دولا، أنا آسف يا دولا. مش عايزه تسيبنا في حالنا. ليه دايما في صراع بين الفيران وبين البني ادمين؟ ليه الفيران ما يسيبوش البني ادمين يعيشوا مع بعضهم في سلام؟ وليه البني ادمين ما يسيبوش الفيران يعيشوا مع نفسهم بسلام؟ ليه الصراع الازلي ما بين الفيران والبني ادمين، مع ان الكره الارضيه تقدر تستوعب الفيران وتستوعب البني ادمين؟ ليه البني ادمين ما يسيبوش الفيران حتى حته جبنه في مي مصياده والمصياده ما تتقفلش عليهم؟ حرام عليكم يا فيران، حرام عليكم. هنعمل لكم ايه زياده عن اللي احنا بنعمله؟ دعوة للتعايش. أيوة طبعا، بشكركم على التحية، بشكركم على التحية. بس تفتكروا الفار اتأثر؟ ده كل. معلش يا دولا انا اسف، سامحني يا دولا انا اسف. ولا عمري هسامحك ابدا. تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغمز له كده بعينك عشان الف من وراه وتضربني؟ ماشي يا رمزي ماشي. يا دولا بقى ما تظلمنيش بقى يا دولا، والله العظيم انا ما غمزتلوش الا مره واحده بس يا دولا. يعني غمزتاله؟ اه يا دولا انا اسف. على فكره بقى انا سامح حكايتكم الصبح ودواكم عندي يا باشا. ايه عندك ميكروكور مشاش بدل الكلكع اللي على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي. حمدي بوسي ده ايه، مضاد حيوي؟ لا بقى، ده باشا صائد الفئران رقم واحد، تصطاد الشهر اللي فات 2500 فار. الفئران كده تسمع اسمه وتترعب منه يا رمزي. هو ده بقى استاذ عادل المخلص. طيب الحقني بتليفونه قبل ما رقبتي تضيع والنبي. عينيا يا باشا. طب حضرتك انا مش فاهم، يعني انت ان شاء الله تاخد الفار اللي عندنا وتجيب لنا بداله نمر ولا ايه؟ لا حضرتك خالص، انا هخلي القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرتك، تلعبهولك. وبعدين انا هضرب هقولك ان احنا مشكلتنا الحقيقيه مع النمور. يعني كده هنموت يا لبين علينا ولا ايه؟ والبقى انا عايز اقول لحضرتك، القط ده هو اللي هيجيب لك راس الفار. لو سمحت يعني يا استاذ بسبس نوى حضرتك، انا مش عايز يعني القط يموت الفار، لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات. استنفرارات؟ ايه العلاقه اللي بينك وبين الفار؟ بتتفق مع الفار عليا يا ده رمزي؟ لا يا دول انا بس هكلمه وعاتبه عتاب الكلب للندله، عشان انا ما كنتش متفق معاه على كده يا دول. كنت متفق معاه ان انا بس اهربه، مش يأذكش. اقعد يلا اقعد يا، مش عايز اسمع صوتك يا ضوع. ماشي بقى، حضرتك هتعمل ايه تاني يعني؟ عموما القط هيضربه ضربه مخبرين، تدروخه بس حضرتك، ها بس ما تعلمش في جسمه. يا سلام، انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي، عمري ما سمعت عن القط البوليسي ابدا يعني. لا حضرتك هتشوف دلوقتي. يلا يا بستك، يلا يا بستك، يا هجام بستك، بستك اهجمي عليهم. معلش يا معلم بوسي، يعني هزقناك معانا صراحه النهارده. لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجه، انا حضرتك اللي فاشل واستاهل. طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قطه من دول وانت مروح يعني؟
وانت رايح السيرك هتعمل ايه؟ لا لا حضرتك سيرك ايه بقى وبتاع ايه حضرتك؟ زمان الامور شمت خبر والقرود اساسا مستنييني على غلطه يا استاذ. مستنيين لك على غلطه؟ ده انت علاقتك وحشه جدا مع كل حيوانات السيرك بقى على كده. ايوه يا استاذ للاسف. استاذن انا بقى. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. مع السلامه يا سيدي. سلم لنا على الحيوانات كلها. حاضر يا استاذ حاضر. اتفضل حبيبي. مساء الفل يا باشا. ايه؟ المكوى يا باشا. المكوى؟ يعني انت اوعى مني. اوعى اوعى. في ايه؟ يا باشا الزهر في فار في البيت دخل في البنطلون. بس الزهر دخل يهزر. ولا رمزي عرفنا الفار فين؟ امسكوا يلا. هات هات بسرعه بسرعه دوله بسرعه دوله بسرعه بسرعه. الكل يا باشا برستيج يا باشا. ايزيس انا سمعت الاسم ده فين؟ يعني كانت معاك في المدرسه. ايزيس اخلص بعته ولا هرب منك من البازار؟ ما دول انا شعرفنا انا راحت فين ايزيس يا دوله. وبعدين يعني انا انت بتسالني انا؟ امال يعني اسال مين؟ كليوباترا؟ معلش يا دولا ما تقلقش يا عم. على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني. هي شتيمه وايه كميه اللف دي كلها؟ اسكت اسكت يا اهبل اسكت. دور لي على ازيز يلا. احلى صباخاتو بيتزاتو سباكياتو ولا احلى نساتو؟ دي بازاراتو ولا انا مش صيفاتو؟ بازاراتو؟ لا حضرتك دي صيدلياتو. عسلاتو انت دم خفيفاتو. انت بتبيع ايه في صيدلياتو؟ صيدلياتو بص يا سيدي احنا بنبيع يا سيدي عندنا هنا اهو اله المغص عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع ولا حاجه. دول وده بيتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل دول؟ لسه انت نفسي غباواتو يا رمزي. غباواتو؟ ده عرفك يا رمزي عرف انك غبي. اه يا دولا وبيقول لي يا رمزي وبتاع. انا اللي مجنني يا دولا هو عارفني ولا انا اتشهرت يا دولا؟ يا لا يا رمزي يا لا انت مش عارفني؟ انا جعفر الهلال. ايه جعفر ابو لمحه يا مين؟ الواد جعفر ابو لمحه. جعفر حبيبي. لا 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 مش جعفر. لا مش جعفر ابو لمحه. جعفر ابو لمحه بتاعي اللي هو صاحب ده وان كان جزمات يا عم وكان بيستحمى بالصدفه. طيب نفسك ابد مناولك يا ياد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفومبا. بغل البرومبا يبقى هو جعفر. يدولا جعفر حبيبي 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 يا جعفر حبيبي. ايه ده وايه اللي نضفك كده يالا؟ ايه ده وايه اللي عمل فيك كده؟ قصدك ايه؟ قصده يعني ايه اللي نضفك كده؟ يعني انت استحميت مجبر ما كانش قصدك ولا مثلا الدنيا مطرت وما كانش معاك شمسيه؟ لا عبال عندكم سافرت ايطاليا. ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البني ادمين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده؟ لا مؤاخذه ايطاليا يعني اليورو يعني ابو 10 جنيه. الله الله الله. يو يو دي ايه عمله جديده هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك ولا ايه؟ اليو دي اليو يو غير اليورو يعني؟ هو يا دولا هو قالتك في الواو افهم بقى. عشان كده بيقول اليورو. حبيبي يا جعفر حبيبي قول له يا عم قول له ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبه. ايه ايه هتكسر التنظيم ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل. عارف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانه تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير. يا سلام. طيب يعني مثلا ممكن الواحد يعمل قد ايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني. خمسه وخميسه في عينيكوا اللي هياكلها الدود. اعوذ بالله. انا لو مؤاخذه كده بقفل في الشهر قول يجي 2000 يورو. 2000 يورو؟ يعني في 10,000 جنيه اليورو يعني 20,000 جنيه. 20,000 جنيه 20 ما شاء الله يعني ايه 20؟ يا انا هولع مكاني في ايه؟ لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه بس 20,000 جنيه يعني جزماتي. ده انا بعد كده يا عم جعفر اقول لك ايه يا جعفر باشا يا جعفر بيه. ايه ده الجمال ده؟ اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البازار وشغل البازار. تيجي تاخدني انا مين يا المهم يعني يا استاذ جعفر انت سافرت ايطاليا ازاي امال؟ الله يكرمه بقى الحاج سين سالم يعني هو اللي سفرني ايطاليا. اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمك جبت قدهم 20 مره. 20 مرة في 20,000 جنيه يا نهار ابيض. يا ما ده يعمل 20,000 جنيه انا اعمل لي كام؟ يا دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولا. افرض يا اخي بتسيح لي. طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني؟ لا معايا الكارت بتاعه اهو. بص لا مؤاخذة العنوان اهو والمحمول اهو. هو جاب العدة بس لسه ما جابش الخط.
ربنا يكرمك والله يا استاذ جعفر. مش عارف جميلك ده اوديهولك فين، مش عارف اوديه فين، اودي فين، اودي فين الجميل بتاعك ده؟ لا اي خدمه اي خدمه. طب استاذناته انا عشان مستعجلاته. يا خبر ابيض، طب ما تخليكش يا عم جعفر. لا لا مستعجلات حبيبي يا جعفر. سلامات يا رمزيات. سلامات مع الف سلامه يا جعفر. الف سلامه. دوله دوله ابوس ايدك ابوس ايدك يا دوله، خدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك. السلام عليكم. حضرتك الحاج سين سالم ان شاء الله؟ وعليكم السلام. ايوه انا الحاج سالم، يلزم خدمه؟ حضرتك يعني احنا جايين قصدينك يعني في خدمه بخصوص السفر ان شاء الله. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا راجل ماشي في السليم، وبعدين انا ترزي. طلباتكم ايه بقى؟ بدله ولا افرول ولا حتى كرافات؟ احنا عايزينك تظبط لنا ان شاء الله يعني فيستين حلوين كده هو لايطاليا باذن الله. وان شاء الله بقى انا عايز الفيزا بتاعتي على شكل كاروهات كده اهو. الله الله الله، جايين تهرجوا هنا ولا ايه؟ انتوا مين ومين اللي حدفكم عليا هنا؟ حضرتك يعني اللي حدفنا اللي هو كان اسمه ايه؟ جعفر. جعفر جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعه اللي هو المعفن. المعفن، يا اهلا وسهلا. مش تقولوا كده من الصبح، طالبين ايه؟ طالبين باذن الله القرب لايطاليا ومناسبه اليورو ان شاء الله. يلا بقى نقرا الفاتحه دول. يلا حيلك حيلك انت وهو، انتوا ايه فاكرين المساله كده سهله؟ امال ايه حضرتك؟ لا لا بص، اي طلبات انا تحت امرك، يعني من جنيه ل 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ليه فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلكم غير، هتوروني عرض كتافكم انتوا الاثنين. حضرتك انا وعشان ترزه تقول لنا عرض كتافكم؟ طب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني. المهنة في جواز السفر مكتوبة ايه؟ بالنسبة لنا مكتوب صاحب بازار، وده ما عندوش جواز سفر اصلا يعني. هو لازم ندول جواز السفر ده هون يعني؟ امال يعني التأشيرة هتاخدها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على قفاء، او يديله التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا. لا يا دولة، الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مني، انا عارف نفسي. يا بني ادم انت وهو، افهموني. ها افهموني، المهنة في جواز السفر بتاعتكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية. خلاص، حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شهبندر التجار بتوع الادوات الكهربائيه تحت امرك عادي يعني. وانا ممكن اعمله يعني ايه؟ مساعد شهبندر التجار بتاع الادوات الكهربائيه، ودراعه اليمين اللي هو الفيشه اليمين يعني. لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله، الكلام اللي اقوله هو اللي يتعمل وخلاص. خلاص زي ما سيادتك تؤمر. في حاجه تانيه غير الجوازات؟ ولا اي حاجه. بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ ماشي ماشي يا حاج سين سالم، هنجيب لك ال 5000 جنيه عن كل باسبور ونجيبهم لك على هنا. لا يا فصيح مش على هنا. امال على فين؟ على السفاره؟ سفارتي ايه؟ هتودينا في داهيه. بقول لك ايه، بص اهو، تتصلوا بالرقم ده، واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجه. وده يطلع مين بقى الراجل ده؟ مخبر؟ لا ده الراجل التاني. الراجل التاني؟ هو انتوا معاكوا رشا باظه برضو؟ انا نفسي اشوف ساميه جمال. يا اخي خليك تحصلها. اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوا له كلمه السر. ها اول ما تشوفوه هتقولوا له ايه؟ سالم. هو بقى هيرد عليكم ويقول خد صاحبك عني. ماشي دي سهله قوي. يعني افتكرها معايا يا رمزي عشان ما نروحش هناك ننسى. سالم خد صاحبك عني. يا جماعه انا خلاص قررت اضحي بنفسي علشانكم. هتعمل ايه يعني؟ هترمي نفسك في النيل؟ بعد الشر عليه، ابني ما بعرفش يعوم يا سناء. طب قصدك ايه يعني؟ هنعمل ايه التضحيه بتاعتك دي ايه؟ قصدي يعني يا حماتي ان انا قررت اسافر ايطاليا. فكره جامده قوي يا ابي، برافو عليك. اخيرا هنلبس المستورد بقى ونشوف هدوم اوروبا بقى والماركات بقى. ايه ده؟ اخيرا اخيرا هجيب البارفانات بتاعتي اللي هي ما بتبقاش مضروبه بقى من بره. وليه يا ابني هتسافر وازاي؟ وانا يا بيبي ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش ان انت هتسيبني لوحدي من غير رجل يعويني ويحميني؟ ما فكرتش في مشاعري؟ وانت كمان يا ماما ما فكرتيش في اللعب اللي هيجيبها لي من بره؟ برافو عليك يا ياسمين، هو ده الكلام. يا رانيا انا بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشان كنتوا يا ماما. لعلمكم بقى ده في واد شغال جزمجي بياخد هناك 20000 جنيه، فما بالكم بقى انا لو رحت هناك هاخد قد ايه بقى؟ ايه يا دي العيبه،
هتروح تشتغل صراماتي يا عادل؟ صراماتي ايه يا ماما؟ هو انا عادل ابو لمعة؟ طب والبازار هتعمل فيه ايه يا ابي؟ هتقفله؟ لا، البازار ده حله سهل قوي. في واحد تاجر اعرفه ممكن هيأجر البازار ده ب50% يعني. غير كده بقى اعرف كويس قوي ان هو ذمته استك، بس استك نظيف ما شاء الله. يعني انت خلاص خلاص خدت قرارك الاخير؟ معلش يا رانيا، غصب عني انا مسافر مخصوص عشان ياسمين بنتنا ومستقبلها. وهتسافر لوحدك يا عادل؟ لا يا ماما، للاسف هيبقى معايا قدري الحيوان رمزي. طيب طيب الفيزا بتاعتك دي مين هيجيبها لك، مكتب ولا انت هتجيبها من عند مين يعني؟ لا مش من عند مكتب، من عند ترزي ان شاء الله. ترزي؟ طب خليه يصرفلها لك احسن تنسل. انت بتقولي فيها بس ترزي ايه؟ لا لا لا، المضمون يعرف ناس كبار جدا يعني هما اللي هيجيبوا الفيزا. ايوه يعني انت الترزي ده واثق فيه ثقه عمياء يعني؟ ايوه طبعا يا ماما، لعلمك سفر ناس قبليه كتير قوي يعني جت عليا. طب خلي بالك يا ابي بقى، احسن الترزي ده يطلع نصاب ولا حاجه. هينصب عليا في ايه يعني؟ هيديني فيزا بتكون بتبقع من اول غسله مثلا؟ انا مش متخيله ان انت هتسافر وتسيبني لوحدي يا بيبي. معلش يا حبيبتي، ما انت معاكي مصر كلها، هو انا سايبك لوحدك فين يعني؟ اهم حاجه ان تدعوا لي يا جماعه، لان ربنا يكرمني ان شاء الله واخلص الورق كله على خير. لا، وانت هتعرف الراجل التاني ازاي دلوقتي؟ الراجل التاني مفروض هيدخل علينا وحاطط في الجاكيت بتاعه وردة حمراء. طب وهيحط الفازة ازاي في الجاكيت يا دولا؟ اوكي. اهلا وسهلا. ده ايه اللي اخرك ما؟ يا دولا حطيتها من غير فازة فعلا. بس بقى بس بقى، كلمة السر ايه؟ كلمة السر ولا رمز كلمة سر ايه؟ اخاصمك. اخاصمك. هيفاء هيفاء هيفاء، يلا حاجة لهيفاء. شخبط شخبيط نخبيط يا رسم. بس 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 مش افتكرتها. سالم حوش صاحبك عني. سالم صاحبك جنني. سالم انت ماما في ايه؟ الناس هتاخد بالها. الناس هتاخد بالها يا غبي يا غبي. احنا لسه ما تعرفناش بحضرتك. انا ابن عمك الحاج جيه، الحاج جمال يعني الشهير بالراجل التاني. وانا عين عادل يعني الشهير بدولة. وانا هره رمز يعني الشهير بالجزمة. حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا الباسبورات وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا دلوقتي هاخد منكم الفلوس على بركة الله. هات الفلوس يا ابني بس بالراحة من غير ما حد ياخد باله. بالراحة. حاضر، هات الفلوس يا رمزي بالراحة. يا دولة اتفضل. ايه دول؟ حد خد بالهم؟ حد خد بالهم؟ خد بالهم. ادكم معانا يا جماعه والنبي. خد بالهم. تمام. كله تمام. حد خد باله؟ عيب، احنا شغلنا 100 100، ما تقلقش. المهم عامل ايه؟ عامل لي عشان ما حدش ياخد باله. يا كده هتاخدوا بالهم يونا. حضرتك هنعمل ايه بالظبط وهنسافر امتى وازاي؟ انتوا دلوقتي مدام دفعتوا الفلوس يبقى انتوا مؤهلين ان انتوا تقابلوا الراجل الكبير الزعيم يعني. زعيم؟ هو في لسه زعيم؟ هو مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه؟ لا، انا شغلتي ديليفري، عليا توصيل الجوازات والفلوس للزعيم. يا ابني احنا جماعه منظمه جدا يعني تقدر تقول علينا مافيا. لا حضرتك واضح عليك ان انت مافيا مافيا مافيا. وحضرتك يعني طب احنا كده هو هنسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الصبح هتقابلوا الزعيم عند الحاج سين، الحاج سالم يعني. سلام. جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين. سلام. ماشي. سلام سلام سلام. اموت انا في جو الحسابات دي. ايه محافظين على الاسرار وطول الوقت وانت اتشخر ايه؟ انا اسف. اصل ايه دول عصابه؟ ايه شغلها على ميه بيضة؟ انا صراحه اطمنت ما شفت الراجل ده بجد يعني. الحاج جي ده هايل. الله يا دول، امك ده عيالك يا دول. مالكش دعوه، يلا بينا. يلا دول. يا فاضل يومين واسافر مصر، هتوحشني قوي يا رمزي. مش هتوحشني ولا حاجه. مش هتوحشني. يلا يلا امشي امشي قدام. السلام عليكم. ازيك يا معلم سين؟ سالم. ايه ده انت بتعد في الفلوس بتاعتنا؟ كانت متينات. ايوه. سين ايه بقى؟ احنا خلاص في بيننا دلوقتي عمل مشترك. قولوا لي يا سالم، او لو عايزين تدلعوني دلعوني. يلا
طب عملت ايه بقى يا معلم سلمون؟ سلمون ايه يالا؟ انت كده مش بتدلعه، انت كده بتهزقه. احنا اسفين، انت شايفه كلب البعض. بس سمعني صمتك انت وهو. دلوقتي هتقابلوا الزعيم المعلم نون نظم يعني، وهو هيقول لكم هتعملوا ايه بالظبط، فلتتفضل يا زعيم. اهلا يا شباب، انتوا بقى اللي عاوزين تروحوا ايطاليا؟ ايوه احنا ان شاء الله. هي تاشيره ايطاليا بقت صعبه دلوقتي، لكن انتوا ليكوا عندي انكم تروحوا ايطاليا، وزي ما بيقولوا في المثل كل الطرق تؤدي الى ايطاليا. الله علي النعمه، المعلم نون نظم دهون بيتكلم صح الصح. بص حضرتك، انت تودينا ايطاليا ومالكش دعوه. بس يعجبني ذكائك يا واد. احنا هنروح ايطاليا بس مش من هنا، هتروحوا من ليبيا، ومش هنروح طيران، هنروح عن طريق البحر، يعني فرك الكعب وتوصلوا ان شاء الله. فرك الكعب على الله، بس ما تكونش فرك الكعب داير يعني. اللي عايزكم تعرفوه انكم مش هتبقى لوحدكم، في ناس كتير مستنيه هناك، واول ما توصلوا المركب هتتحرك على بركه الله. سيري يا نورماندي تو يا دول، انا كان نفسي اركب سفينه من زمان. انت هتعملي فيها يا فتاح الاسري؟ سفينه اللي كان نفسك فيها حضرتك؟ بس يعني معلش عدم المؤاخذه، احنا ما نعرفش حد هناك في ليبيا يعني. احنا ناس منظمين، لينا مندوب هيستناكم هناك، هتخشوا التخزين تباتوا ليله ترتاحوا يعني، وبعدين تتكلوا على الله تسافروا على طول. يا جاي لك يا ايطاليا. ربنا يسهل لك يا ابني، مع ان انا خايفه من حكايه البحر والمركب دي. انت ما بتعرفش تعوم؟ لا، ما يا مرات عم ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول، اكيدي 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 هي مش قادره تستحمل لحظه الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي، واحده جوزها مسافر، وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا يا رانيا. لا ايه يا رانيا؟ ايه ايه بس؟ خايفة 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 يا عادل، خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك، حس ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعه لك زي ما كان، انا عارفاك عارفاك يا عادل، عينك زيغة وقلبك مفعوس كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زيغة صح؟ خلاص خلاص يا بيبي مسافر، صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي، شادية هي اللي هترد عليكي. ها شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات، بقى طمني عليك. لا موبايلات ايه، هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمرك كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. الوداع الوداع يا اسر. الوداع يا اسر. عادل اخويا اخويا الوحيد، عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ سناء اختي، سناء اختي ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها، انا عايزه شنطه ونص ليله. يلا بنت يلا بنت. عادل جوز بنتي يا حبيبي وحيدي. ايوه يا حماتي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا، ما تبطلوا الحركات تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه، سلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. ايه كهربتي ولا ايه؟ بقولك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى دول، بص انا هروح بقى اجيب الاوتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه، شنط تقيله بقى على ايدي. يلا يلا. ابي عادل ابي عادل، اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها حاضر. وانا كمان يا بابا، ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر يا ياسمين، يلا باي باي، سلام عليكم. سلام يا ابني، قلبي دعي لك يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه يا ماما، مع السلامه. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. سلامة. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. اللابتوب يا ابي. باي. واللعب بتاعتي يا بابا. والبرفانات. دول
معقوله احنا بقى دلوقتي بقينا في ايطاليا؟ ايطاليا ايه يا هبل، احنا لسه في ليبيا، بعد خمس دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يلا والله امك دعي لك يا دود. مالكش دعوه، مالكش خمس دقايق ايه يا استاذ؟ احنا بقالنا هنا اربع شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم، هات ترحلوا. ده احنا ما لحقناش، بقى لناش خمس دقايق. معلش بقى دول هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيد. حاضر سيادتك، امسكوا ده، انت اللي بوظ اخ. لا كده حاجه تقلق، عادل بقاله شهر ما سالش من ساعه ما مشي، ولا اتصل ولا حتى رن على الموبايل عشان يطمني. اه يا حبيبي يا ابني، انا قلبي واكلني عليه. يو يو يو، ما تقلقوش كده بقى، انا بقى حاسه ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا انه وصل بالسلامه ولا شغل. ويكلمنا وصل بالسلامه ولا كل همك في البرفانات؟ مش عارفه ايه اللي خلاه يقبل الموضوع ليبيا ده، مش قادره افهمه. لو كنا نعرف بس الراجل اللي جاب له السفر ده كنا عرفنا اخباره ايه. يا اخوانا من فضلكم بصوا، انتوا امشوا ورا احساسي، انا احساسي بيقول ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا يا اخوانا انا مسكت الشغل خلاص. شفتوا بقى، ده عادل عشان تعرفوا انا احساسي رهيفه دي، ده اكيد عادل. الو عادل، يا حبيبي ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي، اخس عليك كل ده، ما تطمنيش عليك. ايه انت فين؟ في الاسم؟ اسم بتعمل ايه يا عادل في الاسم اللي عملته؟ طيب خلاص يا عادل اهدى، انا جايلك دلوقتي. باي 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 باي. ايه يا رانيا في ايه؟ مسكوه في ايطاليا؟ لا يا انتي، ده هو اساسا ما وصلش ايطاليا، ده هو اساسا اتمسك في ليبيا ورحلوه، وهو دلوقتي في الاسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمنه. ازاي ده حصل؟ يا ابني حبيبي اسالي نفسك واسالي احساسك المرعف العالي اللي حاسه بيه قوي. شو انت احساسك ده ولا رجعه؟ انا لازم اروح دلوقتي. هروح معاكي. لا اسكت بقى، اسكت بقى، انت اللي لاحسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه جمل. يا دي اسكت، يا انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. وحشوني والله العظيم، وحشوني. ايراني جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ يا حبيبي ايه اللي جرالك وبهدلك البهدله دي؟ اتمرمطنا ايراني، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقالنا شهر. الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك 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 يا حبيبي. ايراني جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين جراف؟ ايراني انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا، احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا، اتضحك علينا. يا موكوس يا موكوس، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. طب شريفه حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرالك والبهدله اللي شفتها، على قد ما انا مبسوطه انك رجعت لي بالف سلامه يا قلبي. الله يسلمك. الله يسلمك. مين ده؟ مين ده؟ يا رانيا، رانيا اهم حاجه يا رانيا، الشريط لسه عندك؟ شريط ايه بيه؟ الشريط اللي هو بتاع شادي، اللي هو خلاص مش مسافر، والختمة ما مسافر، وبضربه بالجزمة لو سافر عندي. خرب بيتك، انت بتشرب الشاي بالشفاطة يالا. شوف الجهل يا دولة، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني بص يا دولة، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا أكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. الشطافة؟ أنت بتتعامل مع الشفاطة على إنها شطافة يالا؟ وإيه الفرق يعني يا دول؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. أمال إيه يا دول؟ لا لحاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس، مش تشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دول، علشان فيه فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين، انت الفيروسات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها. بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ارميك جنب. ايه ده؟ انا شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه انا يا رمزي. غريبه، مع ان انا حاسس ان انا معرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه.
واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده نعرف الناس دي، ايه ده ايه ده نعرف الناس، وتروح تسالهم ويقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه؟ دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة. خدت الشطافة؟ بقيت سيب القعدة كده؟ معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة النقراش الثانوية العسكرية بنين. فاكرك. لا مش أنت، أنت اقفل عشان الكارت أنت، اقفل اقفل. أهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. أخبارك يا حمدي؟ عامل إيه؟ اقعد. ياه. أخبارك إيه؟ الحمد لله. اسكت. مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اصول الثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنا الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوا في اي شارع تاني. هو انا جايب ابنك تفسحه؟ بقولك ده المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتتشال. تصور محلات هتتشال. ايه يعني الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرتي وكبرتي ايه؟ كبرتي يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي في المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا اخي. ايه المشكلة يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبة، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجه خالص يعني؟ هي دي ضريبه النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبه؟ انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعه الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظه. تخيل المشروع ده بقى بعد 6-7 قول 30 سنه لما يخلص. تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، الفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لولادك وتقول لهم تخيلوا يا اولاد المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام، ده ايه الفخورة اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمة عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ لو كده يبقى معلش. محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا. طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم ده. فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل مالك؟ مالي، هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا
اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري، ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترومي اثر على رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترومي ولا للمترو، ماله التوك توك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا قصدكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكم في فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اقفل التلفزيون خالص. حاضر. بصي عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم، وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره. اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس، ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي تيسي. ايه؟ التيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك عفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكر ونباتيتي، لان يعني لازم عايزه تعمل عمليه، والعمليه دي انك دون وبتقطع عليا بنفسي. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلاد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش. يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبتجز؟ ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني. طب خلاص خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان اتخلعت والتسي تسي جه لامي. خلاص اذ ربما انا اعدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك ربنا يخليك، ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول.
ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه. هو معدي؟ اه معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. شايفني بلم زباله؟ على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفا دي تقولها للست الوالده اذ ربما انت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، ايش يعني جت على كده؟ بقول لك ايه؟ اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده ايه اللي انت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقوله يعني؟ لكن برضه بديك رنه. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه يا معلم. خلاص يا معلم. يلا يا رجاله. الحمد لله خلصنا من البضاعة. ايه ده؟ ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية. لئيم أنت برضه دولا، استكملت لحد ما تكمم. أنت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. ده مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. اه يا دوله بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده يا دوله؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرت ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دوله. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابجي يا دوله. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دوله. ايوه اخلص ماله. اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دوله. هتقول ولا نفخك ماله؟ سمعت يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. بس أنا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع، معقولة يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما أنا خفت أقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وأنا ما بحبش أزعل حد مني. عموما الأكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من أوله لآخره. تقصد إيه يعني؟ أقصد يعني إن ما دايم إلا وجه الله. ونعم بالله. بص يا أستاذ عادل، أنا قلبي انفتح لك قوي. بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي. انا غيتي اكبر من كده بكتير. انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، انا غيتي في القصب. معلش انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوه لقدام ونرايح الزبون. طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره، اهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط، شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله هدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوقت و50 بعد شهر ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي ومش عايز اي حاجه تانيه بعد الشهر ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، أنا أول مرة أشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت.
اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمزي، عايز اخلص منك. دوله حبيبي، يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها انا عايز حاجه صغيره، يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمزي. حمدي، ازيك حمدي؟ عادل، ازيك عادل؟ وحشني. ازيك حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني؟ ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ اخص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا زفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المساله مش بالسهوله دي، البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركه. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحه، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. قول حاجه جديده. زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكل. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكل، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع. طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعت شحن، وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق، اطلع. حاضر يا معلم، حاضر. طب يا معلم، والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، اجيب لهم فلوس من ايه حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك، والله يا معلم هقعد ادعي لكم كلكم، لا ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص، هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم، اقشره لكم واعصر هول 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 هول. يلا.